السلام عليكم، أحييكم في هذا اليوم الثلاثاء حيث عقد اجتماع مجلس الوزراء ونوقشت فيه قضايا كثيرة. لعلي أبدأ اليوم بالزيارة التي قام بها السيد رئيس مجلس الوزراء وطاقمه إلى الولايات المتحدة الأمريكية. سبق السيد رئيس مجلس الوزراء وفد رفيع المستوى من وزارة الخارجية ومؤسسات حكومية أخرى إلى الولايات المتحدة، وتم مناقشة أو إجراء الجولة الرابعة والأخيرة من الحوار الاستراتيجي الذي شمل قضايا سياسية وثقافية واقتصادية وتعليمية. وبات معروفا أن مخرجات هذه الزيارة كانت مهمة وأساسية لبلدنا، ولعل أولها هو الاتفاق بين رئيس الوزراء والرئيس الأمريكي على تحديد موعد انسحاب القوات القتالية في 31 من كانون الأول في هذا العام. والحدث المهم الآخر هو حدث ثقافي آثاري بامتياز، ففي أكبر عملية استرداد لآثارنا استرجعنا 17,000 قطعة أثرية من الولايات المتحدة، وعادت هذه القطع إلى موطنها الأصلي في طائرة السيد رئيس مجلس الوزراء. هذا الحدث أعتقد أنه يرتبط ليس فقط بمعنى استعادة آثارنا كقطع ورقم طينية، بل بذاكرتنا واستعادتها، بهويتنا واستعادتها. ولذلك هو حدث مهم سنواصل بعده ملاحقة أولئك الذين هربوا آثارنا في غفلة من الزمن وفي اضطراب، واستغلوا الظرف العصيب الذي يمر به بلدنا وما زالوا يستغلون هذا. لكن مؤسسات العراق، وزارة الثقافة، هيئة الآثار والتراث، وزارة الخارجية، سفاراتنا في العالم تعمل معا على استرداد كل آثارنا إن شاء الله. هذا الحدث أتوقع أن يسلط عليه الضوء من وسائل الإعلام على أنه نجاح باهر قامت به مؤسسات الحكومة، قطع بالآلاف، 17,000 قطعة أثرية، حدث مهم يؤشر إلى نجاح هذه الحكومة في استرداد هذه الآثار. بعض هذه الآثار كان موجودا في سفارتنا، وبعدد 3,500 قطعة، أما القطع المتبقية 13,500 فهي من الإصرار والعمل المثابر لهذه الحكومة المتمثلة في وزارة الخارجية وسفارتنا ووزارة الثقافة، هيئة الآثار والتراث. كان هناك كلام أيضا للسيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي عن لقائه بالكتل السياسية. اللقاء ينصب على محاولة توفير فرص انتخابات عادلة ونزيهة في الأيام القادمة. تعلمون تاريخ 10/10 هو التاريخ الذي أعلنته الحكومة موعدا للانتخابات. نحن نراقب بوصفنا حكومة تحاول أن توفر بيئة مناسبة للانتخابات، نراقب إذا كانت هناك خروقات لقانون الانتخابات، لعدالة الانتخابات. تحدث السيد رئيس مجلس الوزراء بصراحة اليوم أننا بدأنا نتلمس محاولات خرق لقانون الانتخابات ولبيئة الانتخابات النزيهة والعادلة، ولذلك حذر هذا اليوم من هذه المحاولات، وحذر من استعمال المؤسسات الحكومية لمصالح شخصية، خاصة
لأولئك الذين انخرطوا في الانتخابات وهم مسؤولون حكوميون، إما أن تكون تعمل في الحكومة أو أن تعمل في الانتخابات، ولا يجوز الازدواج بينهما، فتحاول أن تستغل موارد الحكومة في تعزيز موقعك في الانتخابات. كان هناك أيضا حديث عن إطلاق آليات عمل وتطبيق الورقة البيضاء، والورقة البيضاء بات أمرها معروفا، هي خطة إصلاح اقتصادية شرعت بها الحكومة وقدمتها تنظيرا وتحاول أن تطبقها منذ هذه اللحظة. هناك مسؤولية فيما يتعلق بالحكومة أمام القوى السياسية والقوى الشعبية والقوى التشرينية والقوى الروحية في بلدنا. مرة أخرى كان هناك حديث عن الانتخابات، واستضيف فيه السيد رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي جليل، فأعيد الكلام، وبعد قليل سنعلن القرار الذي ساندنا به المفوضية في إجراءاتها. كان هناك اليوم لقاء للسيد رئيس مجلس الوزراء مع عوائل شهداء محافظة ذي قار، شهداء مستشفى الإمام الحسين الحريق المعروف. هذا اللقاء توج في مناقشة في المجلس وباتخاذ قرار بمساندة عوائل الضحايا، فصوت مجلس الوزراء على قيام وزارة النفط بتشغيل شخص من ذوي الشهداء من الدرجة الأولى أو الثانية من شهادة المتوسطة فأعلى، وصوت أيضا على منح إعانة مالية لذوي الشهداء بحد أدنى 10 مليون دينار عراقي وحد أعلى 25 مليون دينار عراقي. هذا جزء من واجب الحكومة أعتقد في دعم عوائل الضحايا في مثل هذه الحوادث المأساوية القدرية التي تحدث. استضيفت وزارة الصحة بشخص الدكتور هاني العقابي ليطلعنا على الموقف الوبائي. تعلمون في الأسبوع الماضي للأسف هناك تصاعد في الإصابات، هذا التصاعد ربما يتساوق مع تصاعد الإصابات في العالم وظهور نسخ جديدة من كورونا، لكن هناك أيضا بالمقابل تصاعد في أخذ اللقاحات بين العراقيين. هناك إقبال جيد في الأسبوع الماضي، وصلنا فيه عتبة تلقيح أكثر من 100,000 إنسان أسبوعيا، وأيضا الحكومة الآن تتسلم أزيد من 500,000 لقاح أسبوعيا، وبالتالي اللقاحات متوفرة. كل ما نحتاجه هو المزيد من إقبال العراقيين على اللقاحات. أعتقد الإعلام العراقي لم يقصر على الإطلاق في التوعية وفي دفع المواطنين إلى الذهاب إلى منافذ أخذ اللقاحات، وحتى المنصات شهدت تزايدا في التسجيل عليها وبلغنا عدد 2 مليون، وإن شاء الله المزيد يكون. الموقف الكهربائي، الأستاذ عادل كريم جاء ضيفا على مجلس الوزراء كالعادة وحدثنا عن وضع الكهرباء. للأسف خلال الأيام الثلاثة السابقة تعرضت أبراج الكهرباء إلى تفجيرات عديدة، 13 تفجير، 13 برج، لكن فرق الكهرباء أعادت هذه الأبراج وعملها. في العراق هناك 30,000 برج كهرباء تمتد على طول 20,000 كيلومتر لييأس الإرهابيون. الإرهاب مهما ضرب 13 برج 10 أبراج مرة هنا مرة هناك، الكهرباء تستعاد بهمة العراقيين وبفرق وزارة الكهرباء. هناك تصميم
على هذه المواجهة نوقش هذا اليوم في مجلس الوزراء، لكن فقط لقول أن الدولة تبني، الحكومة تبني، وهناك من يهدم، وإصرارنا على البناء أكثر من إصرارهم على التهديم. المفوضية حضرت في مجلس الوزراء وكان هناك تصويت على منحها تعاقد استثنائي مع شبكة الإعلام العراقي لطباعة سجل الناخبين واستمارات الشكاوى وغيرها من الوثائق غير الحساسة التي تحتاجها المفوضية بالسرعة اللازمة وعدا من الحكومة لتيسير عملها والمساعدة في تنفيذه. فيما يتعلق بالرياضة، كان هناك قرار في مجلس الوزراء وهو أن تقوم وزارة المالية بتخصيص مبلغ 3 مليار إلى الهيئة التطبيعية لكرة القدم لتغطية نفقات التعاقد مع المدرب الجديد، المدرب الهولندي ديك أدفوكات، والملاك المساعد له. أعتقد هذا أمر أنجز وهو مطلوب لتدريب الفريق العراقي. فيما يتعلق بوزارة الداخلية، وافق مجلس الوزراء على تخويل وزارة الداخلية أيضا التعاقد الاستثنائي لتنفيذ نظام مروري إلكتروني متكامل. تعلمون حجم الفوضى التي تضرب في شوارعنا من ناحية السرعة ومخالفة القوانين المرورية وغير ذلك. ما يضبط هذه الأمور هو النظام الإلكتروني كما هو معمول به في العالم كله. اليوم تشرع وزارة الداخلية في التعاقد على جلب هذا النظام الإلكتروني الذي ينظم حركة المرور في العراق. لوزارة الإعمار والإسكان أيضا كان هناك تصويت على قرار وهو دعم لمشاريع مياه الإسالة، إذ قرر مجلس الوزراء تخويل شركات الوزارة نفسها بتنفيذ مشاريع إسالة في محافظات عديدة، منها مشاريع ماء النهروان والسماوة والشامية وغيرها من هذه المشاريع. هذا كل ما لدي اليوم، وأستمع إلى أسئلتكم. السلام عليكم. عليكم السلام. معالي الوزير، معالي محمد حسن، وكالة المعلومة الإخبارية. بدأ نبارك جهود وزارة الثقافة باستعادة الآثار العراقية وعودتها إلى أمها في العراق. السؤال هو، من خلال اجتماع الرئاسات الثلاث وقادة الكتل السياسية بشأن الحوار الجولة الرابعة والأخيرة، هل تم توافق كامل للقوى السياسية أم هناك تحفظ جرى لبعض الكتل؟ وشكرا. يعني بالإجمال لكل متابع، هناك بيانات رسمية صدرت من القوى السياسية تبارك هذا الاتفاق الذي تمخضت عنه زيارة السيد رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له. كانت الأمور واضحة بالنسبة للقاء الكاظمي بايدن حينما أقر يوم محدد، هو 31 من كانون الأول 2021، يوم للانسحاب القوات القتالية. بعد هذا الإعلان برزت بيانات عديدة للقوى السياسية المهمة تبارك هذا التحديد وتبين الرأي فيه، ولا أعتقد أن هناك متشكك في جدية هذا العمل الذي أفضت إليه حوارات وجولات من الحوارات عديدة. إذن المشهد السياسي في العراق بدا راضيا عن الزيارة وعن مخرجاتها في الجانب السياسي وفي الجوانب الاقتصادية والآثارية كما تحدثت قبل قليل.
مرحبا. زيد الطائي مراسل قناة العراقية. سيدي في معرض كلامك ذكرت أنت موضوعة الورقة البيضاء، هذه الورقة التي طرحتها الحكومة العراقية، يعني هل هنالك موعد للبدء بالعمل بها وهل هنالك تضارب بين إقرارها وانتهاء عمر الحكومة؟ شكرا جزيلا. أنا أعتقد نقطة البدء في تطبيق الورقة البيضاء هو الموازنة، الموازنة التي اقترحتها الحكومة مهما جرى عليها من تغيير في مجلس النواب، الموازنة المقترحة هي بدء لتطبيق الورقة البيضاء. لكن يجب الأخذ بالحسبان أن الورقة البيضاء، الورقة الإصلاحية للاقتصاد العراقي، إنما ستمتد إلى حكومات لاحقة غير هذه الحكومة، لأن الخطة الموضوعة فيها لكل من يقرأها ويمحص تفاصيلها سيجد أنها تقتضي وقتا أطول مما هو ممنوح لهذه الحكومة، ولذلك تمتد إلى سنوات قادمة. السلام عليكم، رائد المعموري قناة تي ار تي عربي. معالي الوزير، رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي كان قد أمهل قبل أسبوع أمين بغداد لحل مشكلة النفايات، هل تم إحراز تقدم في هذا المجال؟ خصوصا نحن نعلم خطورة هذه انتشار هذه النفايات في ظل وباء كورونا وكذلك تشويهها لمعالم العاصمة بغداد. أي نعم، هذا الإمهال أعلن للسيد أمين بغداد، وأعتقد هو أيضا رسالة ليس فقط لمن هم مسؤولون عن بغداد ونظافتها وجمالها، بل عن كل مدن العراق. هذا الإمهال لا يخص أمين بغداد في فهمي أنا، بل يخص كل من هو مسؤول عن نظافة المدينة وجمالها وبيئتها وغير ذلك. نحن ما زلنا نعتقد هناك عمل حثيث في أمانة بغداد على ما هو مطلوب من هذا الإمهال، وماضون في مجلس الوزراء إلى المحاسبة على هذه الأمور وعلى مراقبتها ومتابعتها بإصرار وبمبادرة من السيد رئيس مجلس الوزراء نفسه. مرحبا سيادة الوزير، سيف الدين الإبراهيمي قناة الحدث اليوم. وزارة الثقافة من خلال زيارتها للولايات المتحدة عادت ما يقارب 17,000 قطعة أثرية. السؤال هنا، هل ستعمل وزارة الثقافة على عادة بقية الآثار التي موجودة هي بالأصل في الدول، لا سيما الآثار المهمة والموجودة في مختلف بلدان العالم، وما هي أبرز النتائج من خلال هذه الزيارة إلى الولايات المتحدة؟ شكرا لك. أنا قلت قبل قليل فيما يتعلق باستعادة هذه القطع الأثرية إنها أكبر عملية استرداد في تاريخ العراق من ناحية أعداد القطع وحجمها وكبرها. المسألة الأخرى أن وزارة الثقافة هيئة الآثار والتراث فيها قسم خاص اسمه قسم الاسترداد، يعمل مع وزارة الخارجية الدائرة القانونية تحديداً، ويعمل مع سفاراتنا في العالم لكل القطع الموجودة المهربة خارج العراق. هناك عمل حثيث، وفي كل مرة نحن نصل إلى خلاصة ونسترد آثارنا. يعني اليوم مع 17,000 قطعة، كان هناك قطع قادمة من اليابان. بالمناسبة اليوم صباحا أنا والسيد وزير الخارجية تم تسلم هذه القطع الآثارية القادمة من الولايات المتحدة رسميا، وعقد هناك مؤتمر في وزارة الخارجية في 10:00 من صباح هذا اليوم. كان هناك تسلم رسمي لهذه القطع لوزارة الثقافة. وزارة الثقافة هيئة الآثار ستشرع بجرد هذه القطع وبأرشفتها وترقيمها ودراستها، وسيكون هناك افتتاح للمتحف كما هو في تغريدة السيد رئيس مجلس الوزراء، تعرض فيه هذه القطع المستردة. ما أود قوله كخلاصة لهذا الموضوع أن هذا الملف ملف مهم لدى وزارة الثقافة، وفيه تركيز وله رجاله الأكفاء في وزارة الثقافة وفي هيئة الآثار وفي وزارة الخارجية وفي سفاراتنا في العالم كله. شكرا جزيلا لكم.